الراديو 90 90 هواها مصري. لكن قلنا خبر عن واتساب. واتساب يختبر حاليا عدد من المميزات لإطلاقها في التحديث الجديد، ومنها انك تقدر تشارك الستوري بتاعتك على الواتساب وتحطها ستوري على فيسبوك في نفس الوقت، وهيتم تفعيل ميزة حماية الصورة الشخصية على الواتساب من ان اي حد يقدر ياخدها سكرين شوت او يحتفظ بيها، وبيتم اختبار اضافة الوضع الليلي لابليكيشن الواتساب بحيث انه يكون برضو في منه الشكل الاسود والاضاءة الاقل، وده هيوفر كمان في عمر بطاريات الموبايل، وبعض التحديثات هتبقى متاحة بالفعل في الفترة اللي جاية عند بعض المستخدمين.